الغلط اخوي، انا ما عندي لا حبيبه لا صديقه لا هذه لا هذه. ما عندك شي وحده في حياتك؟ لا ما عندي حتى وحده. واخا هي كتسمع؟ واخا هي كتسمع ما زايده ناقصه. زايده ناقصه. واش كتعرفيني؟ واش كتعرفيني دابا انت؟ واش كتعرفي شكون انا؟ انا دابا كنسولك واش انت كتعرفني؟ شوف شوف خليني انا الدري ديال الدري صالح مولد، انا ما عنديش الوقت لهادشي. شي كلمه للمرحومه راميه؟ مرحوم انا ماشي دابا اللي غتقول له مرحوم من بعد، حتى واحد يومين انا نهود لعنده وغنقول له مرحوم نيت. الو السلام عليكم. الو وي السلام عليكم. كي دايره لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. تفضلي استاذه، شكون معايا؟ معك رامية. رانيا؟ رامية. رامية ولا رانيا؟ رامية. رامية بالميم؟ وي. سمية جديدة هذه رامية. في الحقيقة خاي جوج سميات ماشي غير رامية. دابا عطينا حنا السمية، باش كيعيط لك هاد السيد هذا باش معروفة عنده؟ كيعيط ليا بجوج، كيعيط ليا بجوج، كيعيط ليا رامية وكيعيط ليا رحيمة. رحيمة ورامية، اوكي. شنو الاسم؟ شحال السن ديالك يا رامية؟ السن ديالي 19 عام. فين ساكنة؟ طنجة. هاكاك، في عارفك هو في طنجة ياك؟ لا هو عارفني في تمسامن، عارفني في النادر، ولكن عارفني ساكنة في طنجة. عارفك ساكنة في طنجة، يعني واش انتي ساكنة في طنجة ولا عيه خدامة تما ولا؟ لا لا ساكنة. ساكنة، واخا عطينا الاسم ديالو، فين ساكن هو؟ هو سميتو محمد. وساكن في بن طيب، تمسامن بن طيب. بن طيب واش هادي شي مدينة ولا شي فيلاج؟ وي ما مدينة. مدينة؟ مدينة بحال نادر، طنجة وي. بن طيب، اوكي. شحال السن ديال محمد؟ السن ديالو 26. شحال نتوما على علاقة رامية؟ دابا شي 3 شهور هكاك. 3 شهور تلاقيتو ولا الحب الويفي؟ لا تلاقينا. تلاقيتو اخر مره تلاقيتو شحال مره تكونوا تلاقيتو؟ دابا تشوا حنا تلاقينا مهم كنظن اليوم شي 11 يوم باش تلاقينا. تلاقينا في يعني عندهم يعني تما في تمستعمل. ومن بعد يعني في اخر ملاقات خاصمنا. يعني شحال تكونوا تلاقيتو المرات؟ شي 3 ولا 4؟ لا اكثر اكثر بزاف، يعني كما كنتلاقاو بزاف. واخا يلا عطينا الرقم ديالو. زيرو قيد. شنو جبد معاك الموضوع الزواج؟ غادي نتزوج بيك وكذا؟ وي. اوكي عطينا الرقم ديالو اختي. زيرو قيد 07 9. وقول لي 9 ماشي 9. يلا زيد 98 زيد. اييه شوهنا هاد النمره. يا حي علينا محمد، مصيبه صافي غدا يولي كلشي عيطلو. صافي دابا قضيه مزيانه. الو السلام عليكم السي محمد. وعليكم السلام. اكيدير السي محمد لاباس عليك اخويا؟ الحمد لله بارك الله. العائله الخوت الوالدين كلشي مزيان؟ الحمد لله بارك الله. الحمد لله. محمد 25 سنه من بن طيب، هذه المعلومات اللي عطاونا معك سعيد خربوش من برنامج اهداء الليل. راك معنا على المباشره السي محمد، ومرحبا بك معنا، ولينا الشرف تكون معنا في البرنامج ديالنا محمد. مرحبا بك حبيبي. الله يكبر بك السي محمد، شكرا لحسن الاستقبال والروح المرحه باش استقبلتينا ولا لا يخطيك علينا السي محمد. السي محمد البرنامج ديالنا كما هو معروف كما هو متداول على السوشيال ميديا برنامج
المفاجآت ليلية. عزيز عليك شي مفاجآت السي محمد؟ والله مرحبا السي محمد، عندنا لك واحد المفاجأة وغادة تعجبك بزاف. هادشي اللي قال لنا السي محمد، البرنامج ديالنا بحال ما قلت لك برنامج المفاجآت، عندنا برنامج ديال المسابقات ديال سؤال وجواب، ربما شي شخص شاف البرنامج ديالنا وطلع يشارك معنا وللأسف ربح معنا. السي محمد بعد الصداع اخويا، الله يسهل عليك. ناس ضعف ويك رجعنا. اوكي قلت لك طلع معنا شخص في البرنامج ديالنا سي محمد، ربما شاف البرنامج ديالنا وبغى يشارك حتى هو. طرحنا عليه 7 ديال الاسئله وربح معنا واحد الباك اللي غادي نقول لك شنو كاين فيه في اخر المكالمه سي محمد. اوكي مرحبا. اوكي واضح. للاشاره سي محمد، هذا الشخص اللي ربح معنا الهديه هذه كيفرض عليه قانون البرنامج ان الهديه اللي ربحها ما يديهاش هو، يهديها لشي شخص كيكون كيعني له شي حاجه في حياته السي محمد. هذا الشخص هذا ما قلنا له لما بغيتي تهدي هذا الكادو قالنا يا محمد يستحق هذه الهديه يردها البرنامج السي محمد. انا غادي ندوزهم لك. اوكي مرحبا. مرحبا. الو استاذه بقى معنا؟ وي الصوت ديال محمد وهذا. اوكي انا غادي ندوزو لك سي محمد. للاشاره غادي نزيدو نقربك من الامور شويه. هذه راه معنا انسه، على ما ذكرت لينا بان بيناتكم واحد العلاقه، كتواصلوا مع بعضياتكم مره مره، عايشين الحب والحياه السعيده من مده هذه، وهذه شي علاقه ربما قويه بزاف على ما قالت السي محمد، وكتاكد لينا بانك كتحمق عليها وكتبغيها وناويها للزواج ان شاء الله سي محمد. ملي طلعت معنا على المباشر وشاركت وكتفاجئ هي بالهديه ما كديهاش هي، كيفرض عليها قانون البرنامج تهديها الشخص اللي كيكون كيعني لها شي حاجه، وما ذكرت لنا الا الاسم ديالك. تفضل يا استاذه. قول لي سي محمد. كنظن عرفتيها وقيلا شكون ياك؟ عندك الغلط اخويا، انا ما عندي لا حبيبه لا صديقه لا هذه لا هذه. ما عندكش شي وحده في حياتك؟ لا ما عندي حتى وحده. واخا هي كتسمع؟ واخا هي كتسمع. زايده ناقصه؟ زايده ناقصه. اوكي ربما مسكينه تكون غلطه في النمره ولا شي حاجه. يمكن غلطه في النمره. تفضل يا استاذه. تفضل يا استاذه، راك غلطه في النمره. غلطه في النمره. اييه هدر اختي هدر. هضر اختي الا ما فهمتش كتبقاو ساكتين، هذا عبروا على داكشي اللي ناري. وكان هضر اخويا كتسمعني؟ هو ما انا ما كنسمع والو. واش كتعرفيني بابا؟ ما كتسمعنيش. واش كتعرفيني؟ واش كتعرفيني؟ صح ما كنعرفكش. دابا تي واش انا دابا نسولك واش انا كتعرفني؟ شوف شوف خلينا انا الدراري ديال الدراري صالح مولد، انا ما عنديش الوقت لهادشي. صح ما عندكش الوقت. اقطاع اختي اقطاع. صدمني اخي ما جبرت ما نقول. كيقطع علينا للاسف. خليه اخويا خليه وسمح لي ديرون جيتك غير خليه. هو معك بلاتي نشوف اللي بغيت. بارو كيقطع علينا. ماشي مشكلة اخي سعيد، وعرفتي شنو صدمني؟ بقيت غير كنشوف. شي كلمة للمرحومة رامية؟ مرحوم انا ماشي دابا اللي غتقول له مرحوم، من بعد حتى واحد يومين نهود لعندو غنقول له مرحوم نيت. عتهود لعندو؟ دابا تشوف هادشي دخل في حتى العائلة، فهمتي يعني ماشي غير عرفتي شنو مبا. هادشي في خبر العائلة؟ وي مزيان مزيان. مشكلة شفت ماما وداني لدارهم وشوف الخضرة اللي كيقول. قلت له ضربة ولكن انا اللي غنعطيها ليه. السلام عليكم، تحياتي لك اختي.
شكرا بزاف اخي، الله يخليك. السلام عليكم، الله يعاون. وحرير هذه الليلة واحد ويلي.